رسالة للناس، أول إشي قبل الناس، أنتوا أحلى الناس، يعطيكوا ألف ألف عافية. يسعدك دكتورة، جهودكم مباركة، أنتوا شباب الوطن، نشام الوطن. الله يسعدك دكتورة. وقفتكم هون يمكن لـ14 يوم، بس هاي الوقفة رح تحمينا على طول الأيام إن شاء الله يا رب. رسالة لكل الناس اللي بيشوفونا، هذول أولادكم والأمن أولادكم اللي تعبانين عشانكم، عشان مصلحتكم، لكل أم لكل أب نتمنى التزموا بيوتكم كلها 14 يوم، تذكروا الأسرى اللي بالسجون اللي إلهم سنين وسنين ما طلعوا، وتذكروا المعاناة، تذكروا الشهداء اللي تحت التراب من أجل فلسطين، وتذكروا إنه مش كثار 14 يوم من أجل فلسطين. يعطيكم ألف عافية، لقانا إن شاء الله بين خلاص من هذا الوباء.